طيب تعال نقول بسم الله الرحمن الرحيم مع جريت فول وكابسول فول، وركز معايا يا دكتورة جومان. الراجل هنا هون جاب لي شوية أسئلة كده بوير ووات وهو الكلام ده. طيب سيبك من اللي هو جايبه وخليك معايا هنا في الأول، وخليك معايا في البيج دي عشان تطلع فاهم. أولا أنا مش هعرف أحل وأنا مش حافظ الكويستشن ووردز. الكويستشن ووردز دي اللي هي أدوات الاستفهام، أنا مش هديها كلها بس هبصلك منها شوية حاجات علشان تبقى أنت إيه بركز فيها. أول حاجة كلمة هو هي آخرها مين؟ بتفكرك بمين؟ مش بوش البني آدمين؟ يبقى كلمة هو ده هي بتسأل عن العاقل، عن البيبل، عن الناس. ها سهلة كده؟ أهي. يبقى أنا كده لو أنا جيت سألتك سؤال يا جمانة وقلت لك I was، أنا كنت with my dad yesterday، أنا كنت مع بابايا امبارح. أسألك سؤال بقى، لو أنا جيت قلت لك اسألي بهو، هي مش هو دي بتسأل عن العقل عشان آخرها وش بني آدم أهو، صح؟ مين العقل اللي موجود هنا؟ يبقى هنا هون لازم لما تحطه في الأول ده هو يبقى مع السلامة مش موجود، عشان دي الإجابة، لأن دي أنا بسأل عليه أنت كنت مع مين، صح؟ ما ينفعش أقول لك إيه أنت كنت مع مين مع بابا، ما أنا سألته وجاوبت في نفس الجملة، لا. يبقى أنا هو هشطب مين؟ ماي داد. أوكي؟ أنا اديتك هو آخد قدامها مين؟ ماي داد. صعبة؟ حد قاعد مش فاهم؟ طيب بعد كده أعمل الخطوة التانية. إيه الخطوة التانية؟ أبدأ أدور في الجملة على was aware أو فعل مساعد، لو موجود أعمل مقص، مش موجود أرفع السماعة وأتصل بمين؟ عاش. عندك فعل مساعد؟ عندي مين؟ الراجل قال لي خلي بالك I was ده هي، أهو قلبه أهو عشان يتحفز اللي جواه. I was ده هي بتحب مين؟ where you، يبقى I was بتحب مين؟ where you. يبقى هنا هو I was هتنزلها مين؟ where you. واروح مكملة الجملة ادي with وادي yesterday. فاهمة يا دكتورة؟ طب ليه احنا خلينا was تبقى where؟ ليه؟ مش انت I بتتحول ل you؟ لو انا كنت نزلت was كانت هتبقى was you. هل في حاجة في الانجليش اسمها was you؟ فبضطريت ان انا اغير was لي وين عشان تليق مع مين؟ مع يو. ها سهلة يا شباب. طب تعالى ناخد واحدة كمان، ركزي يا جومان. تاني واحدة عندي هي وات. شايف وات دي اخرها مين؟ مش هي بتفكرك بديل الحيوانات زي التعبان؟ يبقى وات هنا شفت الحاجات الحلوة الجديدة دي. يبقى وات ده هي تمام بسأل بها عن غير العواقل. يبقى انا فهمت حاجه، اللي اخره او وش ده بسال بيه عن العاقل، لكن اللي اخره ديل بسال بيه عن غير العاقل. احنا مش هنحفظ حاجه اهو، سهله تمام. طيب ما تنسيش ان هو معناها من، اما وات معناها ما او ماذا. يلا بينا نسال. وي ات بيتزا، عايز اسال بكلمه وات. جمال انت معايا؟ طيب هي وات ده هي بتسأل عن العاقل ولا غير العاقل؟ لا غير العاقل. فين غير العاقل هنا؟ وي ولا ات ولا بيتزا؟ وي. لا وي لا احنا. ها. بيتزا. حلو، يبقى لازما لما تيجي تحط وط في الاول مين تشطب؟ بيتزا. متفقين يا فندم؟ اهي سهله اهي. طيب عندك فعل مساعد was aware؟ لا. اروح متصل بمين؟ بديل. اروح حاطط ديد. صعبه يا دكتوره؟ بس عشان هي اللي تجاوب وتاخد درجات. احنا قلنا من شويه الوي ده هي كان بتنزل مين؟ فاكرين ساعه ما كنا بنقول لجمال وي بتنزل مين؟ لا وي بتنزل يو هنا، يبقى وي بتنزل مين؟ يبقى وي بتنزل مين؟ وي بتنزل مين؟ يبقى انت هنا اهو هتنزليها مين؟ يو. طب انا هعمل غلطه دلوقتي هي اللي هتشوفها، ركزي عشان انت اللي هتطلعيها. اها ايه الغلطه اللي موجوده هنا يا جومانتوش؟ انت هنا هو قلت لي دي ماضي، انا عايز بعد ديد وديدنت الانفينيتيف اللي هو ايت. تمام، حد قاعد مش فاهم؟ نعيد تاني. طب تعالى ناخد بقى الكويستشنز دي، بس قبل ما ناخد الكويستشنز حاجه اخيره وخلاص. كلمه وير، وير ده هي معناها اين، يبقى وير ده هي معناها مين؟ اين. وفي كلمه وين معناها متى، وير ده هي بتسال عن المكان، اما وين بتسال عن الوقت. لما تيجي مثلا تقولي لي وين ذا ليسون، امتى الحصه. تمام، تعالى نشوف الدكتوره اروى هتحل لنا دي ازاي. يلا يا دكتوره اروى. ما جمانه حلت دي اديها درجتها.
هاني went to the park the party ايه عندنا. لا يا حبيبي اهو ده جمانه نبيله اهي ده جمانه خالد اهو بصي ده جمانه نبيله اهي ده جمانه خالد وده مستر محمد ما جاوبش بليد مش عارف ما بيجاوبش ليه يلا بينا اتفضلي يا دكتوره اروى he went to the party yesterday انا هنا هو عايز اسال بمين يبقى انا هنا هو يا جمانه يا خالد اروح شاطب ده كله اللي هو بالايه بالازرق المهبب ده اروح حاطط وير طيب ارجع تاني عندي فعل مساعد مفيش ولا ووز ولا وير حير واتصل بمين دي. ابص ابص الوينت هروح متصل بديد ابدا انزل بالترتيب مين هينزل وينت هاني هاني هينزل بالترتيب الاول مش هنزل مش هينفع اقول ديد وين هاني ادي هاني وينت طبعا جماعة لوجي بتقولك ممكن تنزل بدل هاني هي ما اختلفناش عادي ما هاني ده العفريت بتاعه هي خياله هي طيب وبنت هترجعيها عاش هتنزل ماليش دعوه بيها انا ما شطبتش خالص اللي هو باللون البلو اتفقنا يا فندم هات لي مروان صديق الطفوله وي اد بيتزا توداي عايز اسال بوطي يا دكتور مروان حلوه كده الدكتور مروان هنشطب بيتزا ما دي كانت متغيره شويه ادي وات عندك فعل مساعد حلو الوي بتتحول لمين عاش الوي بتتحول ليو علي صوتك شويه علي صوتك شويه الوي بتتحول ليو ريزيرفوي شويه ماشي وي ات هترجعها ولا تخليها هترجعها تبقى ايه عاش انفينيتيف يا نهار ابيض هتقولي جيمي يلا يا دكتور جمال هي هو يا جمال معناها ايه وبتسال عن مين من مين من على الباب العاقل نشطب ماي فازر احطه هو في الاول ايوز بتتحول لمين الاي بتتحول ليو ماشي طب ووز لا اختها ما هي مش وز دي ماضي لا اخت في الماضي برضو هي يو بتاخد وز ايوه كده انت لسه نايم ولا ايه ادي وير يبقى هو وير يو وفين وذ عاش يبقى مين كان معاك امبارح يا جمال اعترف حد قاعد مش فاهم ها يبقى انا هنا هو احطه في الاول صعبه كده طيب ابدا بالترتيب الاي ووز ده بتتحول لمين لوير يو فضلت عندي ويز ويسترداي دول اللي ما اتشطبوش هنزلهم ها حد قاعد مش فاهم يا شباب ها ريلي طب يلا بينا ناخد كبسول جديده